عندي ليكي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. خير، في ايه تاني؟ العربية اللي بتنقل الفلوس من المدرسة للبنك حصل لها سطو مسلح. يا مصيبتي. لا ما تقلقيش، البوليس سيطر على الموقف وقبض على المجرمين. خضتني يا شيخ، الحمد لله. طب وايه بقى الخبر الوحش؟ هو بس اثناء تبادل النيران طلقت ار بي جي جت في الفلوس، الفلوس ولعت. يا مصيبتي السودة. اتفضلوا الباشا، عاوزكم. زمانهم معلقينه جوه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صفا تاني حاضر مع الاستاذ نور فالنتين. اتفضل. ايه ده؟ هو ده اللي متعلق؟ ما هو مش معقول هيعلقوه قدام معبد. دلوقتي يا اساتذه، الراجل ده طلع محترم وكان ممكن ياخد ضدكوا اجراء، بس عمل خاطر للعشره اللي بينكم. اجراء ايه؟ مين اللي ياخد اجراء ضد مين؟ هو انت لما تحاولي تشويه سمعتي انت وجوزك يا مدام، يبقى مش من حق ان انا اتخذ ضدكوا اجراء قانوني؟ وبعدين انا هعمل فيك كده ليه؟ ورمي جتك احقاد. لا بقى بقى بقى، لا بقى بقى، اقف عوج واتكلم عدل. وان كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر تنقر. دفاتر؟ ايوه دفاتر. وجمالات نقنقه الرقاصه موجوده وتيجي تشهد. جمالات نقنقه؟ لا يا حبيبي، انت اللي كنت تنافسنا عليها انت وممدوح كمبوره. ايه ده؟ الكلام ده حقيقي يا فالنتينو؟ ابدا يا حبيبتي، ده كمبوره والله مش انا، كمبوره. كذاب كذاب، انت اللي كذاب. رد عليا فورا، انت ولا كمبوره؟ كمبوره حبيبتي، كمبوره. بس بقى انت وهو ما يصحش كده، انتوا ناس محترمين يعني. مادام حضرتك ماضي عقد مع شركه الحراسه اللي كانت بتنقل لك الفلوس، يبقى هم ملزمين برد الفلوس دي. واقفلوا الموضوع ده على كده واتفضلوا انتوا يلا. صدقني يا فالنتينو، انا مش ممكن اعمل كده مع حد كلت معاه عيش وملح. صدقني